البطولة، وغير قادر طبعا على المشاركة في البطولة الإفريقية لأن مشكلته مع فريق مانزيمبي من فلسطين، يعني تحت الظروف القاهرة، لكن يراهن على البقية. السيد أمجد طه شك يعني لمعت وتلألأت في سماء الرجاء. هنا كرة ملعوبة على الجهة اليمنى، فيها ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي هلال القدس. استقبال كما ذكرت، استقبال او واضح لدينا عرجون، عرجون تسديدة قوية من نجومة تطلع مع زكريا درويش. يا سلام لملان مباراة استطاع من خلال فريق نادي الرجاء العودة، من الفريق اللي قدم كثير من النجوم خصوصا في العشر سنوات وفي 2014 ونهائي دوري ابطال افريقيا مع الاهلي وبطولة السوبر الافريقية مع الرجاء. كرة موجودة داخل منطقة هنري استانبولي، الرجل الذي حقق كأس العرش والدوري في 2005. الان بداية مبشرة لفرنسي اخر وهو